وهذه كانت نهاية الرحلة معنا علامة النصر كابتن عاصم. انتصرنا على جميع اسماك البحر الاحمر والبحر المتوسط. اي نعم. معنا صاحب الغنيمة الكبرى في هذه الرحلة الاستاذ ابو عبد الرحمن. والمتبرع بها لاخواننا في ليبيا. دي هتتحرك. لا هات كده باشا هات كده. لا اصل انا خايف يا الحر. ومعانا احلى وحش في الدنيا. ماشي صح. يا وحش الجبال.